مشاكل درناها واللي يجيب المشاكل بيان سور هو لو نيميرو تاعنا تنهى اليوم من درناها بك جراحك مكبر وكيما العاده راني حتخرجكم معقولكم زهايمه كيفاش انت كيتمراسي فيا انسان متشرد واحد رجعته مهبول والاخر متشرد واحد اخر سامح في والديه يا ترى واش راح يصرا فيهم اليوم علاش انايا انت جيت ليا جيت ليك بصح ما قلتلكش انا متشرد مرحبا بكم مشاهدينا وين ما كنتوا في عدد جديد من برنامج الكاميرا الخفيه درناها بك رانا اليوم في مدينه سطوالي حبينا نسقسوا لي جون تاع ناس سطوالي في امور شخصيه وسي نقلقهم ونشوف رده فعلهم كيفاش دايره شوفوا معنا شرف دين معك برنامج مينا المجتمع نسقسك على علاقتك مع الوالدين تاعك كيفاش دايره وعلي من مبنيه والله الحمد لله انا علاقتي مع بابا هدر هدر اليوم تتمرمد على المحبه والحمد لله يا رب كيفاش جاتك الفكره هذه الشيطانيه انك ترمي الوالده تاعك للشارع وتسمح فيها ما عندكش ضمير ما عندكش احساس نورمال كاش من هذه كاع احنا نعرفوا باللي الاب يحب دائما عنده واحد عزيز يا الكبير يكون هو الفرحه الاولى يا المازوزي محمد شكون اللي يحبه اكثر الاول علاش تحب الاول يختارش هو الاول دا ولد دا عندي ويكون عزيز عندي دائما نفضله على الاخرين عباك بلي راك درت جريمه في حق ولادك يعاقب عليها القانون حنا عرفوا بلي جميع البيوت الجزائريه فيها مشاكل والدار تاع اسلام فيها مشاكل بيان سور فيها مشاكل دارنا واللي يجيب المشاكل بيان سور هو اسلام الله اكبر تعرفيني نعرفك انت مقبل بعتوك ليا واش حكيت لك لا لا انت اللي نشوفك مهبول مانيش اه واجب يا ربي انت مهبوله على بالك حق ربي صافي جدوا تاعك واقيل وانت يا ماهيش غايضتك عمرك كرما والدي اولادك وسمحوا فيك وراك متشرد دوكا في الزنقه كون قال لك الهدره راس بصح فاهمين الله يرحم باباك اهدر وزيد اهدر راني راهي غير تجيب من راسها انا غطني كيما انت كيما لي جون كامل اللي راه في الشارع مرمي معليش حابه نرفدك من الزنقه معليش معليش ما تكلمينيش حاجه ما كلمتهاش لا لا انت مقبله هدرت قلت بلي انا زوجتي وليدي حرمتني منه وداتو كون قال لك هذه الهضره فاصل ونعود اليكم اعزائنا المشاهدين اسلام حابه ندير اسلوب تشويقي باش نسبه المشاهده تطلع البرنامج تاعي حابه تقول بلي انا راني متشرد في الزنقه وني حاب الدوله تعاونني قولها ماشي مش مرد اعزائنا المشاهدين نقدم نداء تاعي من هذا المنبر باش السلطات المعنيه تتكفل باسلام وترفدوا من الشارع وعلى رماتك الزنقه وشنو هي الحاجه اللي ما صابتهاش باك ماكش متهلي فيها والله جون جاي للدنيا مسك مهبولتي يا خينا انا تما شكيت حبي يقول انا متشرد هذه هي قريب راك تكذب فينا الحاج انا نكذبكم علاه تكذبنا ما ماشي سمعوا الناس لا لا الحاج ربي يهديك بصاك راكي تلعبي لي على المورال على بالك كيف رماتك رماتك ولاحتك شوفي اختي دراري بالزوجه رماتك للشارع اختي اختي ما قريتو كاع يما تبقى يما هذا اللي سي باسا فهمني فهمني نتايا واش راك حاب كيفاش انت كيتمراسي فيا انسان متشرد انسان كذا واش رايك مع والديك ومن بعد متشرد نعلي بليس اختي بالك الحاج راه حكمك مال الزهايمر راك تنسى لا لا انت اللي راه حكمك مال الزهايمر راك تغيظ على بالك غطني كي انا غيظك انت بعتوك ليا دوكا ما بحثونيش انايا انت جيت ليا جيت ليك بصح ما قلتلكش انا متشرد على رزقك ما تهدرش على رزق الناس ترى يا خويا العزيز غير ما تقلقش روحك هذه ما كانت غير كاميرا كاشي نورمال عادي حاله قاعد تحل الحياه الله يبارك اسلام احنا اليوم وقعناك في فخ كاميرا خفيه لقناتنا ولهم صحه رمضانكم ورمضان كريم درتها بيا العقل الله